رح نروح سلمى لفن الديكور، وهو عالم واسع بيختلف من شخصية لأخرى ومن مجتمع لآخر، حيث أنه مرتبط بثقافات ودراسات وعادات وتقاليد متوارثة ومكتسبة من خلال خبرات واطلاعات وتقنيات تعتمد في النهاية على الإبداع وعلى ابتكار المصمم اللي عم يصمم الديكور. أكيد سالي، إمتى لازم يكون على أصحاب المنزل أنه يلجأوا إلى مهندس ديكور داخلي ليساعدهم بإجراء تغييرات بديكورات بيوتهم؟ شو هي اختصاصاته وشو أهم الأمور المتعلقة بالديكور؟ أكيد أمور رح نتعرف عليها وجاوبنا على هاي الأسئلة الكتيرة مهندسة الديكور رانيا دركل اللي عم تشاركنا صباحنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير، هلا، يسعد صباحك رانيا، نورتي صباحنا لليوم. شكرا. مثل ما بنعرف الديكور هو فن، وفن يعني له أهمية كتير كبيرة. خلينا نحكي بداية قديش الذوق بيلعب دور، قديش الطبيعة بتلعب دور، طبيعة الإنسان نظرته للشغلة بالديكور بالذات. هلا أنت اليوم نحن وقت بدنا نحكي على ديكور، أول شيء على حسب مكانه، فعلا اللوكيشن كتير بيلعب دور. يعني اليوم انا وقت مثلا بحاكيني حدا انه نحن بدنا نعمل بيتنا، فبقول لهم اهم شيء اني انا اطلع اشوف اللوكيشن. من اللوكيشن بتاخدي الروح، بتاخدي الشيء اللي لازم تعمليه، الالوان كثير بتاثر على موضوع اللوكيشن. طبعا كمان بيلعب دور المنطقه، اذا كانت مودرن اكثر، كلاسيك اكثر، هيدي كلها بتاثر. الذوق اكيد الذوق هو أساس طبعا بكل بيت، لأنه هيدا بيخليك لقدام مرتاحة لوقت طويل. المهندس له وقت معين بده يقعد فيه سنة بالبيت ليخلص، بس المهم العالم اللي قاعدين فيه هنا تضل مرتاحة. فكتير بدك تلعبي على الألوان، بدك تلعبي على الذوق، بتلعبي على الراحة. لازم ما يكون في كتير، يعني يكون في كتير، يعني يكون معجوق الجو، بيكون هي يكون مريح بشكل دائم. يعني اكيد يعني رانيا بنشوف بحياتنا العاديه او بالطبيعه الناس اي مهندس ممكن تجيبه وتستشيره بديكور بيتها الداخلي، علما انه كل مهندس له اختصاصه، يعني مهندس المعماري له شيء، مهندس المدني له شيء، ومهندس اللي مختص بالديكور الداخلي هو شيء ثاني. خلينا نحكي عن اهميه هذا الاختصاص وقد بيلعب دور لحتى يكملوا بعض بديكور المنزل. هلا تماما هو على مبدا اعطي الخباز خبزه لو اكل نصه. نحن عندنا مشكله انه كل حدا بده يفوت مثلا ياخذ شغله وشغل غيره. اليوم المفروض تماما يكون المايسترو هو المهندس الديكور. يعني انا اليوم عندي انشاء الى بناء، بفوت المعماري، بفوت بس اليوم لازم الديكور يبلش كبناء. يعني انا اليوم كمهندس ديكور بعمل شكل البناء، بس بعطي اختصاص العماره واختصاص لمهندس العماره، يعني ما بفوت عليه. مو معقول مهندس الانشائي يشتغل البرادي ويشتغل الفرش، هي شغله، يعني هي شغله خاصه تماما بالانتيريور ديزاين. تمام. يعني رانيا في شغلات مهمه لازم تكون بالبيت، شو برايك هي الشغلات المهمه بالديكور اللي لازم تكون ضمن المنزل، وفي شغلات مثلا كلاسيكيه ما بتبطل موطه لازم كمان تكون من ضمن ديكور المنزل؟ هلا اللي لازم يكون ضمن المنزل بشكل عام هي التقسيم البيت، اللي هو غرف النوم، الماستر روم، الحمامات تكون مرتبه. تمام. كبيره، كثير مهمه. نحن عندنا شغله عكس الاجانب، الاجانب اليوم بياخذوا اهم لوكيشن بالبيت وبيعملوه هو اوضه القعده. صحيح. تمام. نحن عكسهم، نحن بناخذها اوضه ضيوف وبتتسكر وكل كل كم شهر الواحد بفوت عليها للتنظيف وبنقعد باوضه قعده صغيره. هلا هو المفروض تكون اوضه القعده كثير مريحه، لانه هي اكثر شيء بتستهلكيها. غرفه نومك، المطبخ كثير ضروري يكون منيح ومريح. هدول الشغلات لازم تكون بال الثاني. عفوا، شو الشيء الكلاسيكي اللي ما بتبطل موضته؟ الكلاسيكي انت قلتي دائما الكلاسيكي بعد 20 سنه ما بيبطل. المودرن بيلحق الفاشن، بيلحق دائما الالوان. يعني انت اليوم بدك تروحي على المودرن بدك تلحقي الالوان الموجوده، مثلا الابيض الاسود الاحمر طلعت فتره موضه كثير كبيره عليه، خلص بعد سنه سنتين خلص. الاخضر مع الزيتي طلع فتره راح.
اليوم وقت تشتغلي على الكلاسيك، الكلاسيك ما بيبطل. صحيح. يعني لبعد 20 سنة الألوان الترابية، يعني الألوان الترابية ما بتبطل. الكلاسيك اللي فيه شوي حفر، بيج، البيج، هي الألوان الذهبي، طبعا الذهبي الشامبين، هيدي الألوان اللي ما بتبطل. أما المودرن بيبطل بعد فترة يعني. طيب رانيا، يمكن فينا هون نلعب شوي بالألوان بالأثاث نفسه، يعني بعيدا مثلا عن الجدران أو عن الشغلات اللي هي بتاخد وقت لتغييرها. يعني مثل ما قلتي في مثلا موضة بتطلع أنه بدنا لون أزرق أو لون زهر أو لون بنفسجي، فتلاقي العالم دهنت بيوتها، غيرت تغييرات ممكن تأثر بعد فترة، يصير صعب عليهم يرجعوا من أول وجديد يعيدوا هذا الديكور. تنصحي أنه يكون استخدام الألوان بالأساس أكثر؟ هلأ أنت بتشتغلي على البيزك، البيزك خليه يكون لون مثل ألوان الحيطان أو ألوان الأرضية تكون مريحة، ألوان الخشبية تكون الستاندر. بعدين اشتغلي على الأساس، فعلا فرش بعد 5-6 سنوات فيك تغيري أو تنجدي. تمام. بس أرضية ما فيك تغيريها، يعني أنت اشتغلي على الأساس بلون معين وخليه هادي ومرتب يلبق على كل الألوان اللي ممكن تغيريها بعدين. تمام. يعني رانيا، لأي حد العادات والتقاليد اللي نحن موروثة عنا بتأثر على ديكور منازلنا؟ مثلا إذا أجا حدا بده يستشيرك مهندس الديكور، بيختلفوا أحيانا الأبناء والآباء إنه لا نحن بدنا أوضتنا هيك، الآباء لا لازم تكون هيك. يعني لأي حد العادات والتقاليد بتأثر على ديكور البيت؟ هلا أول شيء بدك تريحي الطرفين، يعني خلي للأبهات والأهل خلي لهم غرفتهم مثل ما هن بتناسبهم. ونفس الشيء الاطفال يعني او الاولاد لازم يكون كمان لهم غرفه مريحه، يعني بدك تعملي فرق العمر. تمام. عرفتي كيف؟ لازم تكون مثلا نحن عندنا اليوم غرفه الاولاد وتكون فيها مثلا على القليل سيكشن صغير ليكون لهم قعدتهم، لهم العابهم، لهم دراستهم، يكون شيء عندهم شيء خاص. والاهل بنفس الوقت غرفتهم الكلاسيك المرتبه اللي هي كمان مريحه وهيك. طبعا بيأثر هيدا الشيء، مثل ما قلت لك بنرجع لتبع انه العادات تبعنا انه بناخذ اضيق واصغر غرفه هي اوضه القعده والكبير والمرتب كثير. ايه بنقفله واذا اجى بس ضيف مهم بنفوت عليه. تمام. بكون الشمس ما بتفوت عليها لاوضه القعده، المفروض تكون يعني اليوم تحطي الصحية تكون قطة القعدة حتى. صحيح. ومع هيك رانيا، يعني هلا عم نشوف يمكن بعض مهندسين الديكور عم يقدروا يخلقوا بصمة مودرن حتى بالعادات والتقاليد القديمة، يعني بعض الناس أو الأماكن اللي بتحب القعدات اللي على الأرض أو المفروشة كمان صار بيقدر إنه يعطيها لمسة جديدة من خلال يمكن الشكل، من خلال القمايش المستخدمة، الألوان المتواجدة. خلينا نحكي شوي هلا كيف نقدر حتى القديم نجدده بعالم الديكور. هلا كيف القديم تجدديه؟ هو كثير راجعة، كثير بتلاقي مثلا بالفرنتشر، بالفرش، بالديكورات كثير راجعة شغلات قديمة. بالعكس القديم إذا بتجدديه كثير جميل، كثير. يعني اليوم مثلا كونسول عندك قديم بتجدديه بتحطيه مع مثلا صالون أو أوضة القعدة كثير بيطلع حلو. يعني الشيء القديم إذا تجدد كثير حلو. خصوصي هذا الراديو يلي دائما كنا نشوفه، الراديو اللي له الراديو لك القديم التقليدي عم نشوفه هلا ببيوت كثير فخمه عم ينحط. يعني ممكن هذا يكون شيء بيجذب. يعني هيدا الانتيك، هيدا الانتيك بالعكس هو غالي جدا. تماما. انت اليوم وقت ترجعي للانتيك اللي تجيبيه او هي هيدا غالي، فوقت تحطيه بس لازم يكون في يعني يكون في مناسبه لحطته. يعني كمان مو انه هو من الاوضه مثلا مودرن كثير وعرفتي طقم لف وهيك اجي انا حط مثلا راديو قديم، ما بتزبط. لا، في شيء له اصول يعني. صحيح. بالشغل. بس تجديد القديم حلو، خلط بين القديم والجديد بده بس كثير دقه، عنايه يعني دقه جدا، لانه غلطه ممكن تشوه منظر تشوه كل الغرفه. فهيدا كثير بده، وما الكل بيتجرأ يفوت فيه. صحيح. يعني هو حتى سلمى بده استشارة مهندس ديكور، خاصة في أحيانا اجتهادات شخصية لبعض أفراد العائلة ممكن تخرب ديكور كامل. يعني أكيد، لأنه هن إذا بيفكروا فيها اليوم وقت أنت تلتجئ إلى مهندس ديكور أو مهندس فبيعطيكي تقسيم بيتك من البداية. تمام. بيعطيكي الألوان مثلا ممكن نحن نعمله 3D Max طبعا قبل ما ندق فيه بسمار، فانت بتشوفي بتغيري على الورق هيدا عجبني هيدا لا، هي بتغيري يوم تقتنعي فيه
بتوافقي عليه فبيتبلش وبينشغل عليه، انت بتكوني خلص ما عاد في عندك انك تغيير، ما عاد تتغيري، ما عاد تتكلفي بالهد انه لا انا ما عجبني هلا الحيط بدي شيله، هيدا كلمه ما عجبني هيدا او هيدا العضاد مثلا، هيدا طبعا هيدا كله بياثر، انت كله بتكوني انت خالصتي وساويتي وبتبلشي، اول شيء بسرعه، اثنين ضمنتي انه انت الذوق اللي بدك اياه وصلتي له للفينال يعني للنهايه من فروم اي تو زي، خلص انت بيتك محطوط للالوان كلها، عرفتي كيف؟ فخلص ضمنتي الذوق اللي بدك اياه، عرفتي شو بدك، ما اضطريتي لتهدي ولا تصلحي، لانه كلمه هد وتصليح اليوم انا ما عجبني حيط تحته في صحيه تحته في كهرباء، صحيح، فانت تكلفتي كثير، هون لا خلص تكوني واصله، فلا الديكور يعني التجاء للمهندس كثير ضروري، انه كثير بيوفر، هن بفكروا العكس، بفكروا انه انا عم وفر مصاري، لا هي بالعكس، هو اذا جاب مهندس بيوفر مصاري تمام. اكيد بيوفر مصاري، بيوفر جهد ووقت وبالنهايه بياخذ نتيجه هي المضمونه مثل ما بيقولوا، المضمونه واللي هو بده اياها تمام، يعني اللي هو شايفها اوريدي، هو على 3 دي ماكس هو شايف بيته خالص، فهو واصل للنتيجه اللي بده اياها ومريح حاله. اكيد رانيا، طيب خلينا نحكي هيك ولو مرور سريع عن اخر خطوط الموضه بعالم الديكور. لآخر خطوط الموضة اليوم البيوت البيضاء. حلو. هلأ الموضة بالأبيض، يعني هو الرخام الأبيض، الحيطان البيض، بتدخلي معها الألوان الجريئة. أها. ألوان الجريئة، وهيدا آخر موضة. شو رأيك فيها رانيا؟ هي أفخم شيء وأروع شيء وأغلى شيء. أها. يعني هو اليوم الرخام الأبيض هو من أهم الرخامات، انواع الرخام واللي بيعطي الثقل وبالنهايه ما بيبطل، الابيض ما بيبطل، البلون سال السكري ما بيبطل، هيدي الالوان اللي ما بتبطل. صحيح، يعني سلمى اليوم رانيا اضافت لنا شغلات لفقرتنا لليوم اللي هي فقره للديكور، شو بدك تقولي كلمه اخيره من منبر الاخباريه السوريه لكل يلي تابع هيدا الفقره، لكل يلي بهمه وعنده شغف بانه بيته اللي هو مملكته يكون احلى شيء؟ اهم شيء لهم انه هيدي مثل ما قلتي مملكتهم، مملكته، يعني الانسان اليوم بيشتغل على مملكته اللي هي اكثر شيء بيقضي فيها اكثر وقت. صحيح، وبدك تكوني حريصه، ليش قلت لك بدك تكوني حريصه جدا على موضوع انك تعرفي شو بدك تشتغلي عليه، يعني انا مثلا من وقت قريب اشتغلت لدكتور، اشتغلت له مثلا في بيت، هيدا البيت مثلا حاولت تماما ابعد عن الالوان اللي فيها الابيض الاخضر الازرق اللي هو بيشوفها يوميا، اللي هو بيشوفها يوميا بالمشفى، فانا ما بدي انقل له مشفى على بيته، عرفتي كيف؟ فغيرت له بالالوان هيك، فكان كثير مرتاح. مثل ما انت، هي مملكه، المفروض الواحد يكون اتليست مرتاح ببيته. صحيح، مرتاح فيه، فبتمنى الكل يشتغل على الموضوع. اكيد، يعني نحن بدنا نشكر وجودك معنا المهندسه رانيا وعلى كل اللمسات والاضافات اللي كانت بصباحنا غير معك اليوم، شكرا كثير لك. شكرا كثير، شكرا لك، يسعد صباحك مره ثانيه.